بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر من دروس دورة تعليم الكمان، اللي هو درس عن مقام السوزناك. نتعلم مقام السوزناك ونحلل المقام ونطي نغماته، وإن شاء الله الدرس يكون مفيد. اليوم الدرس نجربه بهذه الكمان. هذه كمان صناعة صديقي عازف العود وصانع العود أيضا، اللي هو رياض الفؤاد، فنان متمكن وعنده قابلية يصنع عود. طبعا العود ماله ممتاز جدا، ويصنع كمان أيضا، وهذه تجربته في الكمان، صناعة الكمان. كمان ممتازة تضاهي الكمان الألماني. هذه كمان جدا ممتازة، و قطعة واحدة طبعا، الوجه والظهر قطعة واحدة مو قطعتين، ودوسات الزند مريحة جدا، وصوتها يعني ممتاز. فاللي يحب يشتري كمان من عنده، وأسعاره مناسبة طبعا ورخيص جدا. اللي يحب يتصل بينا واحنا ان شاء الله نفهمه. المهم نجي الى درسنا اليوم، اللي هو قلنا مقام السوزناك. طبعا مقام السوزناك صرنا من مقام يكون كالتالي: يبدي من دو ري مي كار فا صول لا بيمول سي طبيعي دو، ومثل ما صعد المقام راح يرجع دو سي لا بيمول صول فا ميكا ري دو. شوف، هذا هو سلم المقام. يعني هسه مثل تمشي عليه بهذه الدرجة، هذا هو مقام أو نغم السوزناك. نجي هسه نحدد المقام. طبعا احنا قلنا كل مقاماتنا الشرقيه هي تتالف من جنسين. احنا قلنا ما عندنا سلالم مثل الغربي، سلم دو الكبير او سلم لا الصغير، الماينر والميجر، لان ما عندنا احنا سلالم، احنا عندنا اجناس. فالمقام يتالف من جنسين. الجنس الاول هو رست على درجه الدو، أو رست على درجة الدو أو رست، اللي هي هذا يكون أربع نغمات دو، اللي هي رست. شوف هاي دو، عفوا اللي يسموها رست. الثاني النغمة هي ري، اللي هي دو جا. النغمة اللي وراها مي كا، اللي هي سي جا يسموها. النغمة الأخرى الرابعة هي فا، يسموها جهار قا. فإذن هذا الجنس الأول دو ري مي فا مي ري دو، هذا الجنس الأول رست دو قا سي قا جهار قا، يعني دو ري مي فا. هذا الجنس الأول من المقام. الجنس الآخر من المقام يبدي من الصول، النوى نوى لا بيمول، اللي يسموه حصى، وسي طبيعي اللي هي ماهور، ودو جواب الدو هاي اللي هي يسموها كردان. اذا الجنس الثاني راح يصير عندي حجاز النوى، يعني صول لا بيمول سي طبيعي دو نوى حصى ماهور كردان، ويرجع هذا الجنس الثاني. الجنس الأول واضح، هذا هو يسموه مقام السوزناك أو سلم نغم السوزناك، وهو يتألف من جنسين: الجنس الأول رست على درجة الرست، والجنس الثاني حجاز على درجة النوى. طبعا أكو بعض طنيني بين الفاء والصوت، هذا يسموه بعد، لأنه كل أربع درجات بيناتهم صار بعد. ف
فهذا يسموه يجمع بالجمع المتصل المنفصل عفوا يسموه. المهم هذه في المسألة اللي تعمق بالأنغام. فهذا هو المقام. تيجي تاخذ عليه تمارين، تمرين تبدي مثلا من دو ري مي فا صو لا، شوف سلم كامل دو سي لا صو فا هذا ايضا تمرين، وتحاول تسرع به بعدين. هذا كتمرين على المقام. تمرين اخر تاخذ بين حرف وحرف، يعني مو سلم كامل متسلسل، وانما يصير دومي. شوف دومي ريفا مي صو فا لا صول سي لا دو، وترجع دو لا سي صو لا فا صول مي فا ري مي دو. صار واضح؟ وتسرع بالتمرين. هذا تمرين آخر على المقام. وعندنا تمرين أيضا بعد تأخذه بهذا الشكل دو ري مي. شوف دو ري مي ري مي فا مي فا صول فا صولا صولا سي لا سي دو، وترجع دو سي لا سي لا صو لا صو فا صو فا مي فا مي ري مي ري دو. هذا أيضا تمرين. تمرين آخر، طبعا هاي التمارين كل تمرين نحتاج له ترى في يومين ثلاثة الله ينضبط، وبعدين يعني مو رأسا بلحظة كل اللي نسويه. فتمرين آخر دو ري مي فا، شوف أربع درجات دو ري مي فا ري مي فا صول مي فا صولا، شوف مي فا صولا فا صولا سي صولا سي دو، وترجع دو سي لا صو سي لا صو فا لا صو فا مي صو فا مي ري فا مي ري دو. هذا أيضا تمرين على المقام، وتحاول تطبقه بصورة صحيحة. بقى تريد تقسم على المقام، يعني احنا قلنا بالتقسيم دائما تحتاج هذه الحركة، شوف هذه الحركة تحتاجها، وتحتاج الزحف هذه، وتحتاج هذه. ذني أكثر من ما تحتاج بالتقسيم، على مود يصير جميل وتضطر وحية جميلة للتقسيم. فإذا متى تبدأ تقسم؟ سوي مثلا بعض الجمل. عرست تبدي من الرست. هنا راح أخذ السيكار، لأن بالهبوط أجمل يصير السيكار، هي مو من النغم. شوف دو سي دو ري مي فا سي لا صو لا سي دو، يعني هذه جملة. دو ري مي فا 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 مي ري دو، هذا جملة. جملة أخرى مثلا تجي فا مي فا صو لا صو فا صو، هنا لا بيمول طبعا. شوف صولا سي دو، ري دو سي لا صولا، هذه مثلا
تقسم على مقام السولنات. او احيانا مثلا اقسم رست وحول بعدين على ممكن مثلا لحد الان كلها رست صولا سيدو شوف هاي لا دو سي لا سي دو دو سي دو لا ويا هاي هذا تريتات هسه لحد لا الرأس هبدا حاول شوف من الرأس حولت إلى السوزناك شوف شوف من الرست حولت إلى سوزناك مثلا من السوزناك ممكن هذا تريد تطور بالتقاسيم طبعا تتمرن عليها وتعرف شلون تحول من السوزناك تتقسم تحول مثلا بيات الصول أو رست الفاء مثلا هسه تقسيمه شوف هنا صار البيات الصول يعني من صولا بمول سي طبيعي دو هذا درجة السوزناك الجنس الثاني اللي هي حجاز النوى أحاول فا صولا كاد سي بمول شوف هذا كله هسه بيات الصول منت أخذت فا مي ري دو سي بيمول لا كار وترجع هسه بعدنا بالبيات شوف حوالي هسه لا طبيعي والسي بيمول هنا صار رست شوف رجع رست وممكن منها حولت سوزناك يعني من الرست من البيات الصوت اللي هي هاي جملة أحول رست أحول سوزناك شوف هذه التحويلات بالنغم اتمرن عليها فهي تمرين يعني للتقاسيم تفيدك وأيضا هو تمرين لكل الأصابع يعني وممكن هذه التمارين تأخذها على كل الأنغام طبعا هذا هو مقام السوزناك وهذه هي درجات المقام وهذا هو تحليل المقام والتمارين هذه هي اللي تأخذها وشلون تعرف تقسم تبذي يعني التقاسيم هي جمل آنية انفعالات يعني ما محضرها تجي وحدها فإذا بهذا الشكل إذا تمرنت بصورة صحيحة راح تتطور وأتمنى تمت الفائدة من درس اليوم وإلى درس آخر ومع السلامة.